الآن يشرفنا من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية الزميل الكريم ياسر نور الدين. مرحبا بك يا ياسر. عاصفة جديدة تواجه جو بايدن، هذا التقرير لطبيبه السابق الذي يقول فيه إنه لا يصح أن يظل هذا الرجل لسنوات مقبلة قائدا أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، طعن في الصميم يا ياسر. كيف كان رد الفعل عليها لديك في نيويورك؟ يعني في البداية أسعد دائما أن أكون معك زميلي العزيز محمد ومع السادة المشاهدين. هذا الطبيب له واقعة أيضا منذ يومين، روني جاكسون، وهو طبيب للبيت الأبيض في إدارات ثلاث مختلفة، كان طبيبا للبيت الأبيض في عهد جورج بوش وكذلك باراك أوباما وأيضا دونالد ترامب. عفوا يا ياسر، هل هو شخصية تحظى بالاحترام في المجتمع الأمريكي؟ هو كذلك، يعني إذا كان في ثلاث فترات مختلفة، يعني ولكن ميوله الجمهورية هي ميول جمهورية خالصة. نعم. الخبر الذي أريد أن أتحدث معك عنه محمد أنه منذ يومين فقط كان هو وبعض الجمهوريين يحاولون أن يقيموا دعاوى ضد ديمقراطيين أسوة بما حدث مع دونالد ترامب، ووجه هذا الطبيب حديثه إلى الرئيس جو بايدن. روني جاكسون تحدث إلى وسائل الإعلام بأن على بايدن أن يستعد في 20 يناير القادم لنفس ذات المصير الذي مر ويمر به دونالد ترامب. هو يدعم كثيرا دونالد ترامب ويؤمن بكل ما يقدم عليه، ويتحدث بأن هذه هي لعبة سياسية، فإذا ما سمح جو بايدن بكل هذه المهاترات والمحاكمات السياسية، وهو أس هذه المحاكمات كما يعتقد ويعتقد الحزب الجمهوري، فعليه أن يستعد بأنه بالفعل سوف يحاكم هو الآخر بمجرد أن يفوز في الانتخابات. يحاكم بأي تهمة يا ياسر؟ وتعلن النتائج في 20 يناير. نعم محمد، يحاكم بأي تهمة؟ تهم كثيرة، تحدث منها تهم الأموال التي يقدمها إلى إسرائيل على سبيل المثال وأوكرانيا، الحالة الاقتصادية المتردية، أيضا قضية هانتر بايدن، هناك حديث كثيرة بأن جو بايدن وأسرته استفادوا استفادة مباشرة من علاقات هانتر بايدن، وأنه قد سهل له من العلاقات أن يقيم بعض الصفقات في أوكرانيا وما شابه. مسألة الوضع المتردي في الاقتصاد الأمريكي هي مسألة هامة للغاية، قد يؤخذ عليها ويعني تقدم له هذه التهم أن يأخذ من المخزون الاستراتيجي للنفط، وهي المرات القليلة ليقدمه أو يعني يقدمه إلى أوكرانيا أو ما شابه. كل هذه الأمور وأكثر، الحرب في غزة، وأنه تدخل بشكل وأعطى الأسلحة إلى إسرائيل أن تستخدمها في غزة وفي رفح. إذا التهم كثيرة من وجهة النظر الجمهورية. روني جاكسون هو مؤيد لا حدود له، هو طبيب يعني متعلم يعرف القانون الأمريكي وأيضا السياسي. دونالد ترامب ليس أصغر بكثير من جو بايدن يا ياسر، يعني الفرق بين عمريهما 3 سنوات على الأكثر، ولهذا تبدو الصحة العقلية، تقرير عن الصحة العقلية لدونالد ترامب يبدو مناسبا أيضا في هذا السياق. لكن دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى يا ياسر. الرئيس جو بايدن أعلن إعلانا فاجأ أنصاره من الديمقراطيين أنه سيغلق الحدود الجنوبية، لن يسمح إلا بعدد محدود من طالبي اللجوء من أمريكا اللاتينية والوسطى، بعد ذلك ستغلق الحدود.
هل سبب هذا الصدمة لأنصاره؟ وأنت تعرف أن بعض الديمقراطيين لديهم هذه الفكرة أنه ينبغي أن تظل الحدود مفتوحة، أمريكا هذه الأرض المفتوحة لكل طالب للجوء كما يقول تمثال الحرية لديك يا ياسر. محمد، يعني من خلال سؤالك كنت أتوجه في عقلي من أين أبدأ مع محمد عبد الرحمن؟ هل أبدأ من أن أتحدث بأنني أرى في الشارع الآن البطالة أصبحت كثيرة؟ هل أبدأ بأن يعني الرئيس جو بايدن قد فعل وأصلح ما أتلفه، وكما يقال هنا never too late، أي ليس كل شيء قد يكون متأخرا ولكنه تأخر في هذه الفعلة، حيث أنه أدخل في ديسمبر فقط، هل تتخيل معي محمد، ديسمبر الماضي هناك أكثر من 300,000 من المهاجرين غير الشرعيين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذن بمعدل 10,000 منهم. هل تعلم أنهم قد تشاجروا مع الشرطة في ولاية نيويورك ويوضعون في الفنادق؟ هناك يعني هذه النقطة، مسألة الهجرة غير الشرعية، أصبحوا يزاحمون من يأتون بشكل مباشر. الأمم المتحدة تحدثت في هذا الأمر من وجهة النظر التي تتحدث بها أنت محمد ومفوضية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحدثت بأن بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تستقبل اللاجئين وما شابه، ولكن هذا الشكل هو كان شكلا يعني غير مسبوق. الولايات المتحدة بالفعل هناك للسادة المشاهدين هناك 55,000 تأشيرة كل هجرة شرعية كل عام تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لدول العالم، ولكن يعني من جاءوا من الحدود هم ليسوا لهم هوية على الإطلاق، يعني يطلقون في المجتمع لا تعرف السي في الخاص بجرائمهم أو ما شابه ذلك، هم فقط يأخذون البصمة ثم يتركونهم لا يعلمون إلى أين يذهبون من دول عدة. ولكن كل هذه الضجة على هذه المسألة هي الانتخابات، السر في هذا هو الانتخابات الأمريكية. يعني ترامب قد تحدث على هؤلاء بأنهم يسممون الدماء الأمريكية. على أي حال لابد أن أؤكد لك محمد بأن مسألة الهجرة هي مسألة خاصة بكل الإدارات السابقة والحالية. جو بايدن أخطأ باعتراف الديمقراطيين واعتراف الجمهوريين، وهذا أيضا سوف ننتظره معا في المناظرة القادمة. بكل تأكيد سيتكلم دونالد ترامب عن هذه النقطة، الآلاف والآلاف الذين زاحموا الأمريكيين في أقواتهم. الآن الأسعار غالية محمد، الأسعار أصبحت 3 و4 أضعاف. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في العالم واقتصاديا وما شابه، ولكن دعني أخذك على أرض الواقع، أنا أعيش هنا منذ أكثر من 25 عاما، ما كنت أشتريه بدولارين تقريبا أصبح الآن ب7 دولارات. العقارات أصبحت على سبيل المثال منذ فقط 4 سنوات كان إذا أردت أن تقوم بشراء منزل تستطيع أن تقترض بفائدة من البنك على سبيل المثال أو المصرف تستطيع أن تأخذ 2%، الآن أصبحت أكثر من 9%. أصبح من لديه منزل لا يريد أن يقوم ببيعه، من يريد أن يشتري منزلا يفكر 100 مرة. إذن مسألة الهجرة هي مسألة قوية في الانتخابات. الرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق تحدث بأنه سوف يقوم بعملية ترحيل واسعة، هي عملية مشتبكة، ولكن جو بايدن أخطأ خطأ يعني يدفع المواطن الأمريكي ثمنه. نعم ياسر. الآن ياسر الوقت انتهى للأسف، لكن في جملة واحدة لو تكرمت، هل بالفعل التقارير التي تصلنا بأن السرقة من المحال، محل التجزئة، أصبحت سرطانا في نيويورك؟
الإجابة نعم. الإجابة نعم، وكنت شاهدا على إحدى هذه الجرائم. أشكرك جزيل الشكر العزيز ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك.